مرحبا. قلة المتساقطات وتقلبات الطقس والحرارة بين الليل والنهار أدت إلى تلف أكثر من 80% من مزروعات البصل ونسبة كبيرة من القمح والشعير بالأراضي البعلية بالبقاع، وانحباس المطر أدى إلى يبس نسبة كبيرة من نصبات الأشجار، وبالتالي عم يلجأ المزارعين لسقاية الأرض بواسطة الجرارات الزراعية. أما بالنسبة للمزروعات الموسمية مثل الفول والبازيلا، فلجأ المزارعين إلى ري الشطول من خلال البخاخات لأنه انقطاع الأمطار كل هالفترة ما كان بالحسبان. بالعودة لطقسنا، أجواء مستقرة نسبياً عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الجو هائم إجمالاً، حرارة معتدلة، الهواء متوسط السرعة وبارد، رطوبة عالية، البحر متوسط الموج وحرارة 118 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 12، أما على المرتفعات ف10 وبالبقاع 3 بالأرز 2. نبقى هلا بجولة على درجات الحرارة اللي عم بتسجل لليوم بالقبيات 6، طرابلس 19، جبال 19، برمانة 17 درجة، بيروت 19، بيت الدين 18، صور 18 درجة، بنت جبال 13، النبطية 14، رشية 14، زحلة 14، بعلبك 13، القرص 5، والهرمل 17، والرطوبة عم تتراوح بين 50 و80%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليوم أدناها 12، نهار السبت بتتراوح بين 13 و20، والأحد بين 12 و21، خلال النهار رح يكون أقصاها اليوم 19 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 14، دمشق 14، القدس 14، الرياض 23، الجزائر 15، الرباط 15، ومننهي مشوار نبي باريس 5. هيدا كان كل شيء. باي.